فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروه منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنقدم لحضراتكم رواية وايت سارجاسو سي للكاتبة جين ريس، بحر سارجاسو الواسع الفسيح. الكاتبة جين ريس ولدت في 1890 وتوفيت في 1979 عن عمر يناهز 88. ولدت في روسو عاصمة دومينيكا، وهي إحدى جزر الهند الغربية اللي كانت مستعمرة بريطانية. أرسلت لإنجلترا وهي في سن 16 للدراسة، وبدأت الكتاب عام 1924 بعد أن قابلت الكاتب فورد مادوكس فورد في باريس وتأثرت به. بعد كده ابتعدت عن الحياة العامة في بداية الأربعينيات من القرن الماضي، إلى أن نشرت صحفية اسمها سلمى فاز دياز، نشرت إعلان بتسأل عن عنوانها، عن مكان إقامتها، لأنها كانت تريد الحصول على حقوق استخدام رواية لجين ريس اسمها Good Morning Midnight، صباح الخير يا منتصف الليل، حقوق استخدامها لصالح الإذاعة يعني. وتوطدت بينهما صداقة إلى أن كتبت رواية بحر سارجاسو الواسع في 1966. في عام 67 فازت بجائزة W.H. سميث، وتوفيت وعاشت في حياة يعني منعزلة غير سعيدة وغير راضية عن الشهرة التي أتت إليها متأخرة، يعني حتى أنها في إحدى اللقاءات الصحفية قبل أن تموت مباشرة سئلت هل يمكن لأي كاتب أنه أن يعيش حياة سعيدة، فأجابت يعني أنها كانت تفضل لو أنها عاشت حياة سعيدة عن أنها لو كانت كاتبة، يعني تفضل أنها لو لم تكن كاتبة لكن تعيش حياة سعيدة. وتوفيت قبل أن تكمل عامها 89. قصة النهاردة وايد سارجاسو سي بتنتمي لأدب ما بعد الاستعمارية، بوست كولونيال ليتريتشر، أدب ما بعد الاستعمارية. الرواية نشرت لأول مرة في 1966. الراوي اللي بيحكي الرواية هما في اتنين بيحكوا الرواية. الرواية مقسمة لثلاث أقسام. الجزء الأول بتحكي امرأة اسمها أنتوانيت، والمرأة أنتوانيت دي هي نفسها المرأة اللي اسمها بيرثا في رواية جين إير. تتذكروا رواية جين إير قدمناها من أسبوعين، وقلنا أن فيها شخصية بيرثا اللي كانت زوجة روتشستر، وكانت المرأة المحبوسة على طول في غرفة في فعليه من العليات في الدور العلوي. فهي اللي بتحكي الجزء الاول. الجزء الثاني روتشستر اللي بيحكيه، باستثناء مشهد روته أنتوانيت نفسها لما زارت كريستوفين. كريستوفين كانت خادمة هي اللي بترعاها بمثابة أمها يعني. والجزء الثالث باستثناء برضو جزء كريس بول اللي هي الخادمة اللي كانت بترعى أنتوانيت. أنتوانيت هي اللي بتحكي الجزء الثالث كله. يعني الجزء الأول بتحكي أنتوانيت، الجزء الثاني بيحكي روتشستر، الجزء الثالث بتحكي أنتوانيت مرة أخرى. وأنتوانيت افتكروا مرة أخرى هي نفس المرأة البرثة اللي كانت زوجة روتشستر في رواية جين إير اللي كانت محبوسة في الغرفة. طيب الرواية يعني طب الكاتبة بقى جين ريس دي بتحكي الرواية، هي بتميل في صف مين؟ هل هي بتميل لوجهة نظر روتشستر ولا
أنتوانيت. هي أكيد بتميل لوجهة نظر أنتوانيت لأنها واقفة في الصف الكاريبيين بوجه عام، وهي نفسها بترى نفسها إنها هي نفسها مستعمرة تم تهجيرها لإنجلترا، وهي بتعارض الثقافة الإنجليزية بشدة. الأسلوب اللي الرواية كتبت به أسلوب يعني عنيف مليء بالكوابيس، بيعتمد على الوصف الحسي، ومع ذلك فيه أيضا شيء من الرومانسية والعاطفة والغموض. المقاطع السرد اللي بتحكيه أنتوانيت يعني خاصة في الجزء الأول بينتقل وفي تحولات ما بين الحاضر والماضي، يعني بيرمز إلى تخبط الحالة العقلية وتوتر الحالة العقلية اللي هي بتمر بها، على حين إن الجزء الثاني اللي روتشستر بيحكيه دائما بيستخدم الزمن الماضي وكأنه بيقدم تقرير، واحد عاقل واعي بيقدم تقرير بيحكي اللي حصل. زمن الرواية هو في القرن التاسع عشر، يعني في زمن الرواية 1840، المكان جامايكا، لأن بيرثا في رواية جين إير عارفين إن هي امرأة من جامايكا، روتشستر جابها من جامايكا وجابها لإنجلترا وحبسها في الغرفة بقى طوال هذه السنوات. فالبروتاغونست بتوع القصة هما الاثنين دول، أنتوانيت وروتشستر، والانتاجونيست هم برضو نفس الاثنين لان هم اللي بيحكوا القصة، فهم البروتاغونيست وهم الانتاجونيست، هم الشخصيات الرئيسية وهم الانتاجونيست اللي هي الشخصيات المعادية للشخصية الرئيسية، على حسب انت هتقرأ أي جزء وهتتعاطف مع اي واحد فيهم وهتقتنع بشهادة وبرواية اي بسرد اي واحد منهم. هتقتنع بسرد أنتوانيت يبقى هتبقى هي دي البروتاغونيست وروتشستر هو الانتاغونيست. لو اقتنعت بسرد روتشستر يبقى روتشستر بالنسبة لك وبالنسبة لك هو البروتاغونيست وأنتوانيت هي الانتاغونيست. طيب نبدأ بعرض ملخص بسيط وسريع للقصة. القصة بتبدأ يعني قبل ما أحكي القصة يعني عايز أقول أفكركم إن هي بتعطي النقاد بيعتبروها مقدمة لرواية جين إير، يعني رواية جين إير إحنا ما نعرفش حاجة عن بيرثا، فالقصة دي بقى هي قصة حياة بيرثا وهي لسه في جامايكا. كان اسمها أنتوانيت، هنعرف دلوقتي بقى ليه اسمها تحول إلى بيرثا، ما فيش سبب يعني، بس هنعرف ازاي. هي أنتوانيت بنت بيضاء من جامايكا، ابوها احد ملاك العبيد، ابوها ابيض انجليزي ابيض اسمه كوزوي، مستر كوزوي، وكان معاقرا للخمر وهيموت، وبعد ما هيصدر قانون في 1833 قانون تحرير العبيد، يعني كل بقى ممتلكاته وكل العبيد اللي كان بيملكهم في مزرعته فقدهم، فيعني أصيب بالفلس، ففي حالة من العداء والكراهية والاستنفار حصلت ما بين العبيد وما بين الملاك السابقين. المهم أبوها دوت هيموت بسبب معاقرته للخمر وهيفقد كل أمواله وكل ده، وهي بقى تعيش حياة أو طفولة منعزلة جدا مع أمها اللي هي اسمها أنت في ضيعة اسمها كوليبري، هم ورثوها يعني، ومع شقيقها الأصغر المريض باستمرار اللي هو بيير، والخدم اللي كانوا معاهم بقى من الأول، ولكن طبعا الخدم حسوا بمدى التدهور الاجتماعي اللي حدث لهم، ولكن سيظل الخدم سيظلون معهم يعني في خدمتهم، وهتفضل بقى يعني الطفلة أنتوانيت تعيش في حياة عزلة، خاصة أن أمها أنت مش مهتمة بها خالص ومش معتنية بها، وأمها نفسها عايشة في حالة نفسية كئيبة بعد موت زوجها
كوزوي، وفي حالة كراهية من الطبقة السوداء، طبقة السود تجاههم، يعني بيعتبروهم ان هم من البيض، ففي بيكرهوا امها وبيكرهوها، وفي عزلة بينهم. حتى ان الصديقة الوحيدة لأنتوانيت ببنت في سنها اسمها تيا، دي ابنة احدى الخادمات في البيت عندهم، فجأة تيا دي انقلبت عليها وبقت تعاملها يعني بشيء كثير يعني من الجفاء، بدون أي سبب وبدون أي مبرر، وكأنها حالة عدوى انتقلت إليها من المجتمع. في ذات يوم أنتوانيت دي فوجئت بزيارة بعض مجموعة من الزوار الأرستقراطيين، يعني زاروا والدتها في البيت، وجم من بلدة اسمها سبانيش تاون. سبانيش تاون يعني البلدة الإسبانية، وكانت هي يعني بلدة تعتبر متطورة مقارنة بالأماكن اللي كانوا عايشين فيها. وفي رجل بقى اسمه السيد ميسون تقدم لخطبة أمها أنت، وبالفعل يعني تزوج وذهب لقضاء شهر العسل في إحدى جزر الترينيداد. وهي أنتوانيت بقى وأخوها بيير قعدوا مع خالتهم كورا في سبانيش تاون ديت. في خلال ذلك الوقت بقى كان السيد ميسون اللي هو زوج أمها كان أصلح البيت اللي هم كانوا ساكنين فيه، واستأجر خدما جددا يعني، وأعاد البيت لرونقه القديم وجلاله القديم. ومع ذلك السخط ازداد بين السود تجاه هؤلاء البيض وهذه الأسرة تحديدا، يعني حتى ان هم احتجوا وقاموا بمظاهرة خارج البيت حاملين مشاعل من النار، وعن طريق الخطأ أشعلوا النار في البيت، احترق البيت. أنتوانيت هتجري كلهم هيهربوا من البيت طبعا، أنتوانيت هتجري ناحية صديقتها تيا، البنت تيا، إنما تيا هترمي عليها حجر وهتصيبها في جبهتها ويسيل دمها يعني. فالأحداث دي بقى هتترك يعني أثرا سيئا وجرحا غائرا في نفس أنتوانيت، حتى أنها ستظل مريضة لمدة 6 أسابيع. في خلالها 6 الأسابيع دول خالتها كرة هي اللي هتعتني بها. في خلال بقى الوقت ده أخوها بيير هيموت متأثرا بجراحه يعني. وهنا بقى أمها أنت ستصاب بالجنون بعد موت ابنها الأصغر بيير. الأم بقى أنت ستصاب بالجنون، أو مش هتصاب بالجنون، لا التعبير الأصح هتظهر عليها علامات الجنون، لأن يعني هنعرف بأن الجنون عندها أصلا، إنما يعني ما كانش ظاهر. فهذه الحادثة القوية أظهرت الجنون، جنونها يعني، فجرت بقى الجنون وأظهرته يعني، أفقدتها وعيها، أفقدها وعيها. المهم حتى أن أنتوانيت لما تزور والدتها كان تم وضعها في رعاية ناس مسنين يعني، لما تزورها هتكتشف انها يعني اصبحت تحولت كانها الى زومبي، يعني شخص كده بلا روح، يعني كانها شبح. ولما تحاول تقترب منها انت هتتهجم عليها وتطردها. المهم يعني وبعد كده هتموت. أنتوانيت هتلتحق بقى بمدرسه دير للراهبات، وهتتعلم بقى يعني الاداب العامه وكيفيه الظهور في مجتمع وحياه الراهبات والقديسات، وتعيش عده سنوات يعني مع الراهبات، تتعلم قيم المحافظه وما الى ذلك. وطبعا في الوقت ده كان كل عائلتها بقى خلاص يعني تخلوا عنها، يعني خلتها كورا ذهبت الى انجلترا تعيش هناك، وجزء امها السيد ميسون يعني بيسافر خارج جامايكا بعدة أشهر، ويعود بس كده للإطمئنان عليها ويزورها من حين لآخر. فلما توصل لما أنتوانيت تبلغ 17،
السيد ميسون ده هيقول ان في اصدقاء لي هيزوروه من انجلترا وانه عاوز يقدمها، هي كان عندها وصلت بقى 17 سنة فعايز يقدمها بقى على انها يعني فتاة يعني في سن الزواج، املا في ان واحد منهم يعني يتزوجها. ودي كانت نهاية الجزء الاول، يعني نهاية الجزء الاول على لسان أنطوانيت. بداية الجزء الثاني بقى روتشستر بقى اللي بيحكيه. روتشستر بقى كان واحد من الرواية، مش ذاكرة اسمه على فكرة، الرواية مش ذاكرة اسمه، إنما هو واحد من هؤلاء الرجال الإنجليز اللي جم زاروها وتزوجها بقى بسرعة جدا، هتقدم لخطبتها بسرعة. ونكتشف فيما بعد إن أخو أنطوانيت هو اللي عرض على روتشستر مبلغ 30,000 جنيه استرليني مقابل إنه يتقدم للزواج من أخته الغير شقيقة، اللي هو ده أخوها الغير شقيق ابن ميسون. ابن ميسون هو اللي عرض على روتشستر، اسمه ريتشارد، هو ريتشارد ميسون عرض على روتشستر إنه يتقدم للزواج من أخته الغير شقيقة مقابل 30,000 جنيه استرليني. تخيلوا 30,000 جنيه استرليني في القرن 19 ده ثروة. فبالفعل تقدم لخطبتها وهيروح يعني يقضوا شهر العسل في إحدى الضيعات اللي ورثتها أنطوانيت. وهو بقى هناك في المكان دوت لن يشعر بالراحة وبالارتياح تجاه زوجته ولا تجاه الخدم اللي هناك، وهيشعر بشيء من العداء بينه وبين الخدم، خاصة واحدة اسمها كريستوفين، دي يعني كبيرة الخدم، هي امرأة سوداء، هي كبيرة الخدم، وهي بمثابة الأم الثانية لأنطوانيت بعد موت أمها، بقت هي دي كريستوفين هي الأم البديلة لأنطوانيت، وبتتمتع بنفوذ قوي في البيت وسلطة وشخصية. والراجل بقى زوج أنطوانيت اللي الرواية ما بتذكرش اسمه، بس أنا هقول اسمه روتشستر عشان تفتكروه على طول وتربطوه برواية جين إير، إنه هو نفس الشخصية. أوكي، وأنطوانيت في قصتنا هنا هي بيرثا في شخصية هي شخصية بيرثا في جين إير. روتشستر ده بقى هيتلقى رسالة من واحد اسمه دانيال كوزوي. دانيال كوزوي ده أخ غير شقيق لأنطوانيت وأحد أبناء كوزوي، لأن كوزوي ده الرجل الأبيض، يعني 10 سيدات سود كثيرات، فمن بين بقى أولاده الغير شرعيين اللي هو دانيال كوزوي ده أرسل رسالة تهديد لروتشستر وقال له أن أخته اللي هي زوجة روتشستر دي مجنونة، وان الجنون ده يعني ساري في دم العائلة، وان ابوها يعني كان مجنون، وان امها كانت مجنونة، وان الجنون يعني ايه ساري فهيبدأ بقى يعني يلاحظ علامات الجنون على زوجته على أنطوانيت، ويبدأ فعلا يحس ان يعني ان هي مجنونة فعلا، وتعامل معها بشيء من يعني not friendly، يعني بشيء من الجفاء. فلما أنطوانيت تشعر بقى ان جوزها يعني بيكرهها، هتطلب من كريستوفين انها تحضر لها شرابا سحريا تشربه، يعني جرعة كده تشربها سحرية، تشربها زي تعويذة كده او رقية تخلي جوزها يعني يحبها ويعملها كويس. كريستوفين مش هتوافق في البداية، ولكن ستقبل فيما بعد. وفي الليلة دي بقى زوج أنطوانيت هيواجهها بماضيها وان هي مجنونه وامها مجنونه وهيتجادلوا الاثنين يتجادلان بشده. وفي اليوم التالي يستيقظ ويظن انها قد سممته، وهينام فيما بعد مع خادمه اسمها ايميلي، وايميلي دي هي اللي هتعتني بيه للتعافي يعني. وأنطوانيت هتسمع كل شيء بيدور بينهم. المهم في صباح اليوم التالي أنطوانيت ستذهب لزيارة كريستوفين، ولما ترجع هترجع غاضبة جدا وفي حالة سكر وفي حالة هذيان، وكان جوزها بقى روتشستر دايما يناديها ببيرثا مش بأنطوانيت، فهتطلب منه أن يتوقف عن مناداتها ببيرثا.
وهي مش عارفة هو بيناديها ببرثة ليه يعني، وإحنا ما إحنا كم ما نعرفش، إنما هو ما بقاش يناديها بأنتوانيت وأصبح يناديها ببرثة. المهم في أثناء الجدال بينهم والشد والجذب هتعضه في دراعه وهينزف يعني ستقع منهارة في السرير، وكريستوفين ستوبخه على بسبب قسوته ديت. وهنا بقى هو هيقرر انه يعود الى انجلترا ويأخذ معه أنتوانيت، يغادر جامايكا إلى إنجلترا ويأخذ معه أنتوانيت. ودي ده نهاية الجزء الثاني اللي هو بيحكيه. الجزء الثالث بقى الأنتوانيت بتحكيه من إنجلترا، وهي في إنجلترا هنلاقيها بقى محبوسة في غرفة، زي الجزء ده بقى بينطبق مع الجزء اللي في جين إير. في جين إير احنا عرفنا إن روتشستر لما كان هيتزوج بجين إير في الكنيسة، هيجي ريتشارد ميسون دوت أخوها الغير شقيق، هيدخل الكنيسة ويقول إن الزواج دوت لا يجب أن يتم لأنه هو روتشستر متزوج أصلا. فروتشستر هيقول فعلا ده هو كلامه صادق، ولكن لازم تعرفوا الحقيقة. فياخدهم يرجع البيت وهيوري لهم، هيفتح بقى الغرفة ويوري لهم بيرثا اللي هي أنتوانيت، وهي يعني تسعى على أربع، تمشي على أربع على أيديها ورجليها وتصدر أصواتا كأنها حيوان ومجنونة، ويقولوا إن هي إنه تزوجها في جامايكا من غير ما يعرف إن هي مجنونة، وجابها لإنجلترا عشان يعالجها وحاول يعالجها وما عرفش، فاضطر إنه يحبسها 15 سنة أو ما يزيد. فالجزء هنا ده بقى يعني متوافق، نقدر نقول إنه متوافق مع رواية روتشستر، ولكن هنقراه بقى من وجهة نظر أنتوانيت نفسها، من وجهة نظرها هي نفسها، إن هي بقى اتحبست، جات إنجلترا واتحبست ما تعرفش ليل من نهار، ما تعرفش، فقدت إحساسها بالزمان والمكان. يعني هي ما على طول تحت مراقبة الخادمة جريس بول، والأيام كلها واحدة بالنسبة لها، الحد زي الاثنين زي الثلاث، ما فيش أي فرق، وحتى مش حاسة إن هي في إنجلترا، يعني في أوضة في غرفة مغلقة، يعني في إنجلترا زي أي مكان آخر. فهتبتدي بقى علامات الجنون تشتد عليها وتظهر عليها، حتى إن لما هيجي أخوها ريتشارد ميسون يزورها هتسحب عليه السكينة، وفيما بعد تنسى أصلا إن الحادثة دي حصلت أصلا كلها، وتبتدي تحلم بقى أحلام متكررة في شكل كوابيس، يعني حلم متكرر تحلم بيه إن هي أخذت مفتاح الغرفة وفتحت الغرفة وخرجت ونزلت تحت، يعني تستكشف الطابق الأرضي من المنزل. وفي الحلم دوت حلمة إن هي طبعا زمان في وقتهم ما فيش كهرباء، فكانوا في التجوال ليلا لابد من شمع، فإن هي أثناء تجوالها ليلا يعني لاستكشاف الطابق الأرضي، الشمعة ديت يعني وقعت من يدها وأشعلت النار في المنزل كله. والحلم ده تكرر معها أكثر من مرة إلى أن قررت أن يتحول إلى حقيقة، وبالفعل يعني سرقت المفتاح وخرجت من البيت. وفي رواية جين إير في البداية، الأول ما جين إير وصلت البيت فعلا لقيت أن في حريق، وكاد أن يعني روتشستر كاد أن يموت، وهي يعني أيقظته من نومه وأنقذت حياته ونجح في إخماد النار. إنما في نهاية الرواية لما بيرثا عملتها مرة تانية فعلا بقى البيت كله اتحرق، وهي نفسها اتحرقت وماتت، وإنما روتشستر نجح في الهرب مع اثنين من الخدم وعاشوا في بيت آخر إلى أن وجدته جين إير وتزوجها وما إلى ذلك. فهنا بقى الرواية بتنتهي بأن هي بتحمل الشمعة وبتنزل، يعني آخر سطر في الرواية لما لقيت أن الشمعة، ظنت أن الشمعة ستنطفئ، ولكن قالت But I shielded it with my hand and it burned up again to light me along the dark passage. ظنت أن الشمعة ستنطفئ، فيعني حوطت عليها بإيدها كده، فالشمعة نورت مرة أخرى يعني وأضاءت الممر لها، والقصة بتنتهي على كده. إنما بقى إحنا عارفين التكملة في رواية جين إير اللي حصل.
لو القصة بتنتهي كده، لو هنتكلم عن الذروة الكلايمكس اللي في القصة هنا، يعني على حسب احنا هننظر للقصة على انها مجرد مقدمة لرواية جين إير، يبقى في الحالة دي الذروة هي لما هي قررت ان هي تفعل حلمها وتحوله الى حقيقة وتخرج من الغرفة بتاعتها وتشعل النار فعلا في كل حاجة. انما لو هننظر للقصة على انها عمل قائم بذاته، يبقى ممكن ننظر للكلايمكس ده، الذروة، تصاعد الاحداث، هي تصاعد حالة الكراهية اللي بينها وبين روتشستر. فهنا ممكن نقول بقى يعني ذروة الاحداث لما المشهد لما روتشستر قاعد يكلم نفسه ويقول يعني ان هو صدم لما شاف زوجته بهذه الحالة اللي هي بيرثا، يعني شعرها غير ممشط وعينيها باهتتين وملتهبتين وانها حافية وكده، وكان وجهها شديد الاحمرار. لما شاف الحالة اللي هي وصلت ليها، ممكن نقول ان هي دي ذروة تصاعد الاحداث في الكراهية في العلاقة ما بينه وبين بيرثا. في حاجة تانية ممكن نتكلم عليها اللي هي الفورشادوينج اللي هي الإشارات اللي بتظهر في بداية القصة وعلى فترات كي تنبئنا عن شيء سيحدث فيما بعد. يعني على سبيل المثال موت الحصان في بداية القصة، أنتوانيت هتشوف الحصان بتاع أمها ميت واتسمم يعني ومات والدبان حواليه وكده، فهي هتحس ان ده كده نذير شؤم وينذر بنهايتها المأساوية. ايضا خيانة تيا صديقتها ليها وقسوتها معها، ايضا ده نذير شؤم بان كل اللي حواليها يتخلوا عنها وحياتها ستكون قاسية. ايضا موت الببغاء امها، انت كان عندها ببغاء واثناء البيت لما احترق الببغاء ده ايضا هيحترق ومش هيستطيع الطيران. ليه بقى؟ لان جوز امها ميسون قصقص جناحات الببغاء ده قبلها، فلما الحريق حصل في البيت الببغاء ما عرفش يطير اصلا. فهي تحس ان لما شافت الببغاء يعني يحترق حيا، حست ان ده نذير شؤم وان نهايتها هتكون كده، وبالفعل نهايتها كانت كده. في مشهد تاني لما راحت تزور كريستوفين وفي ديك صاح، ايضا صياح الديك ده كان مشؤوم بس هتكلم عنها فيما بعد، لان هو رمز من الرموز، وهذا الببغاء ايضا رمز من الرموز. اوصاف المنازل المهدمة في الكوابيس اللي كانت بت 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 بتحلم بيها، وروتشستر في وصفه للفراش اللي بيحرق نفسه في ضوء الشمع، كل دي إرهاصات وعلامات عما سيحدث في نهاية القصة من دمار البيت وحرق وكل حاجة. مواضيع الرواية بقى اللي ممكن نتكلم على، أول موضوع طبعا العبودية، والرواية يعني بجزء خاصة الجزء الأول منها مليء بالعبودية وحالة الاحتقان اللي كانت ما بين البيض والسود، خاصة بعد صدور قانون تحرير العبيد في 1833، مما أدى إلى ازدياد العداء بين الخدم وبين أرباب عملهم البيض. على الرغم من أن أنت والدة أنتوانيت كانت بتتفهم العداوة دي وما كانتش عنصرية تجاه السود ولا تجاه الموظفين اللي بيعملوا عندها، لأن هي عارفة أن هم معتمدين على السود دول أيضا، هي وبنتها. خاصة أن السود بقى كان العداوة دي بتزداد، لأن بعد القانون ده ما صدر السود لم يتم تعويضهم بأي شيء، لم يتم البيض ما ادولهمش أي تعويض على سنوات العبودية دي. الحاجة التانية إن العبودية دي في الرواية، موضوع العبودية ليس فقط عبودية الرجل الأبيض للسود، ولكن أيضا الرواية بتصور عبودية المرأة
للرجل، يعني أنت أم أنطوانيت يعني بعد موت زوجها الأول كوزوي حست بأنها مهملة وبلا قيمة وبلا أهمية، والمجتمع لفظها المجتمع، فأرادت أن تتزوج من رجل آخر، وتزوجت من مستر ميسون كي تعطي لنفسها أهمية. نفس الحكاية مع أنطوانيت إلا حبت أن هي تتزوج من رجل إنجليزي كان يعني كي يخرجها من جحيمها وتخرج برا المجتمع الجامايكي، يعني ظنة أنه سينقذها. ولكن في الحقيقة أن الرجلين يعني تخلوا عنهم، وجزء أمها الأولاني مات بسبب، وأبوها يعني مات بسبب معقرته للخمر، وهي جزها حبسها وحول عبوديتها الرمزية إلى عبودية حقيقية، وأصبحت سجينة طوال حياتها في إنجلترا. على حين بقى أن الرجال في القصة زواجهم بالمرأة كان من أجل المال والسعي، يعني هو تزوج من أنطوانيت روتشستر، تزوج من أنطوانيت لأنه عرض عليه 30,000 جنيه استرليني وهو في حاجة إلى المال بسبب القمار والخمر وكل ده. الموضوع التاني اللي ممكن نتكلم عليه تعقيد الهوية العرقية في القصة، والتدرج الهرمي والتسلسل الهرمي من الرجل الأبيض لطبقة الكريول اللي هم أبناء الرجال بيض وسيدات سود. وأحسن واحد يتكلم عن النقطة دي في كتابه بشرة سوداء وأقنعة بيضاء فرانز فانون، وأنا عامل حلقة ساعة ونص على بناقش الكتاب ده، إنه كتاب في علم النفس، كتاب قيم جدا جدا، ياريت تدخلوا على الحلقة وتشوفوها. بيوصف هذه الطبقات يعني وصف جميل جميل، ونجد هذه الطبقية موجودة أيضا في الرواية، وحالة الاحتقان ما بين البيض وبين الكريول اللي هم الأبناء اللي هم لا بيض ولا لا ينتمون إلى مجتمع البيض ولا ينتمون إلى مجتمع السود، فيعني منبوذين من الاثنين واقفين في إنما بينظرون لأنفسهم على أنهم طبقة أعلى من طبقة السود، على حين أن السود نفسهم أيضا في العنصرية أيضا في داخل فيهم. يعني نجد أن شخصية كريستوفين كانت هي أصلا من جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي، فكانت بتعد نفسها فوق الخدم العاديين الباقيين اللي من جامايكا، هي بتعد نفسها من طبقة رغم أن هي سوداء وهم أيضا سود. علاوة على ذلك بقى السكان المختلطين دول الأعراق، وكان يعني مختلط الأنساب، يعني في كتير منهم أولاد علاقات بين رجال بيض وسيدات، كان اغتصبوا سيدات سود كتير، وفي بقى يعني زي ساندي ودانيال كوزوي اللي هم أولاد كوزوي من بدون زواج ولا أي حاجة، يعني أولاد شرعيين غير شرعيين. فالمجتمع كان مجتمع يعني مجتمع فيه خليط من الأعراق، وخليط من الكراهية والعداوة بين البيض والكريول، ثم ما بين البيض والسود وبين السود كل ده. وهذه العلاقة بقى اللي بين الطبقات دي علاقة هشة، علاقة يعني متوترة، علاقة ممكن تتغير بين يوم وليلة، ممكن تقوم زي يعني زي ما السود بعد القانون التحرير ده ما طلع ثاروا على البيض، وما فيش أرض ثابتة وما فيش علاقة ثابتة وروابط ثابتة بتحكم العلاقة ما بين هذه الطبقات. الحاجة الثالثة اللي ممكن نتكلم عنها العلاقة بين المرأة وبين الاستعباد والجنون، يعني نجد ان في الرواية دي جين ريس بتصور المرأة معتمدة كليا من ناحية الاجتماعية والقانونية والمالية على الأزواج، يعني في شخصية أنطوانيت معتمدة اعتمادا كاملا على جوزها روتشستر، وشخصية أمها أنيت اللي كانت معتمدة اعتمادا كاملا على زوجها الأول كوزوي، ولما مات
اضطرت انها تتجوز من ميسون ومعتمدة عليه ايضا، الى هي ان اصيبت بالجنون وتوفيت. فيعني المرأة في القصة معتمدة على الرجل، على حين ان ايضا الرجل تزوج، يعني روتشستر تزوج من أنتوانيت ايضا بسبب مجرد انه يحصل على مالها الارث بتاعها والميراث بتاعها، وتخلى عنها في النهاية وحبسها في غرفة طوال هذه السنوات. ممكن ايضا موضوع اخر نتكلم عليه الجنون، ان الميراث اللي الحقيقي يعني أنتوانيت ورثته مش مجرد البيت اللي ورثته ولا الأراضي اللي ورثتها ولا مصنع السكر اللي ورثته ولا الكلام ده. الميراث الحقيقي اللي ورثته هو الجنون، هو إن أبوها كان مجنونا قبل أن يموت، وأمها أيضا أصيبت بالجنون، فهي أيضا يعني أصيبت بالجنون، وأخوها الأصغر كان مريضا يعني وكأن مرضه من صغره دوت كأنه حالة انتقامية كده بسبب يعني تضعضع الحالة الأخلاقية والأوضاع الأخلاقية لهذه الأسرة للأب الذي كان معاكرا للخمر فيما على سبيل المثال. وجنون بقى أنتوانيت دوت يعني ظهر في حالات مثلا على شكل كوابيس رهيبة مخيفة مرعبة كانت بتتعرض لها. كانت انطوائية جدا، عايشة في عزلة، حاسة ان ما فيش حد بيحبها وان كل تتخلى عنها. فهنا خلينا يعني نطرح سؤال، يعني لو هي واحدة مجنونة، هل يجب علينا كقراء ان احنا نثق في روايتها؟ حتى ان الجزء الاول لما نقراه نجد ان في تخبط ما بين سرد استخدام لصيغه المضارع واستخدام لصيغه الماضي، ففي تخبط في الروايه بتاعتها، هل نثق في روايتها؟ على حين ان روايه روتشستر دايما بتستخدم الماضي وكانه بيقرر شيء، واحد عاقل واعي بيحكي اللي حصل. فهل الواقع هو فعلا اللي حصل زي ما أنتوانيت بتحكيه ولا ايه بالظبط؟ من المواضيع الاخرى المرض، يعني هي بمرضها ده وجنونها والكوابيس اللي كانت بتجيلها، وايضا روتشستر كان اصيب بحمى شديدة، كل ده هذا المرض يعني كأنه علامة على مشاعر الاضطهاد والخوف، خوفهم هم الاثنين من العالم الخارجي، خاصة خوف أنتوانيت من العالم الخارجي. ومرض أخوها الأصغر الصغير، أخوها الصغير بيير، يعني زي ما قلت هذا المرض ده كان إنه نوع من الانتقام الأخلاقي على من الحياة الغير أخلاقية نقدر نقول اللي كان أبوها عايشها. يعني أبوها كان معكر الخمر وكان يعني له علاقات نسائية عديدة وأشياء كثيرة يعني. فكل ده هذا المرض يعني يعتبر له رمز في يعني له معنى، وكأنه عقاب ليهم لهذه الأسرة يعني الموبوءة. وكانت تظن أنها وكانت تقول كده لأخوها يعني البير إن هم لو خرجوا برا جامايكا وراحوا لإنجلترا فإنهم يعني إنه هيخف إنما الولد مات. وهي لما راحت لإنجلترا ساءت حالتها النفسية وحالتها العقلية ومن كل شيء. الموضوع السادس اللي ممكن نتكلم عليه الموضوع الموت، إن الموت كان متواجدا دائما في حياتها منذ صغرها، يعني بيبدأ منذ أن رأت حصان أمها ميتا مسموما يحوم حوله الذباب، وبعد كده موت أخوها وأخيها، وبعد كده موت أمها وخالتها أيضا كورة، وموت ميسون جزء أمها. الموت كان متواجد في حياتها منذ طفولتها، وكأنه وموت الببغاء
ببغاء بتاع أمها، كل من صغرها كل دي إرهاصات كده بأن هي نهايتها ستكون نهاية مأساوية. أيضا في كوليبري الضيعة اللي كانت تعيش فيها، في الإشارة للزومبي وللأشباح كانت على طول متواجدة وبتخلق جو من من الغموض وجو مخيف، ولذلك الرواية من روايات الجوثيك، يعني رواية جين إير هي أيضا هي رواية جوثيك، ورواية وايت سارجاسي أيضا تعد من أدب الجوثيك والأدب الحديث. يعني نشوف طبعة بينجوين مكتوب عليها مودرن كلاسيكس، مودرن كلاسيكس يعني كلاسيكيات الحديثة. وكريستوفين في الرواية عندها القدرة على أنها تقوم بأعمال سحر وتحضر يعني بعض المساحيق والشراب، شراب سحر وكده، وتؤمن بالعالم العفاريت والسحر هذا كل هذه الأمور الغير طبيعية الخارقة للطبيعة، وأنتوانيت متأثرة بها، فكل ده خلق عالما غامضا في رأس أنتوانيت، ساهم في جنونها وساهم في يعني نيو كانت أوبسست بفكرة الموت، أوبسست مهووسة بفكرة الموت. السحر أيضا يعني كريستوفين، بنتكلم على كريستوفين، السحر أيضا يعني كان متواجدا في القصة بقوة، وأنتواني طلبت من كريستوفين تعمل لها تعويذة سحر، وكل ده خلى أنتوانيت تؤمن بأن الأشياء اللي بتشوفها في حياتها الصغيرة كل دي ما هي إلا رموز، ولها أثار أو سيكون لها أثار على حياتها مستقبلا. زي ما قلت يوم ما شافت الببغاء بيحترق حية، رأت أن ده فأل، أن هذا فأل سيء، وأن حياتها أيضا يعني ستتعرض لمأساة مثيلة. أيضا الحرائق، يعني بنتكلم عن حريق الببغاء، الحرائق أيضا وتكرارها في الرواية أيضا بينبئ عن الحرائق اللي حدثت في البيت، في بيتهم في جامايكا، وفي البيت أيضا بيت روتشستر اتحرق مرتين، أنقذ البيت أول مرة تاني مرة. وروتشستر لما في الجزء الثاني بقى اللي هو بالسرد بتاعه، يعني في وصف كتير لضوء الشموع، وصف للفراشات اللي بتحرق نفسها في ضوء الشموع، كل دي أيضا إشارات للبيت نفسه هو اللي هيتحرق. هو بيحكي القصة، بيروي السرد ده من بيته في إنجلترا يعني. أيضا وصفه لما كان مع أنتوانيت في شهر العسل وتاه في الغابة، ووصف بيوت مهدمة، أيضا نقدر نقول أنه رمز وإشارة لبيته هو نفسه الذي سوف يهدم ويحترق في الآخر. نيجي بقى على رموز القصة، أول رمز هو الببغاء كوكو، اسمه كوكو بتاع أمها اللي شافته بيحترق حيا، والمشكلة إن الببغاء دوت اللي قص جناحيه كان جوز أمها السيد ميسون، قص جناحيه، فلما الحريق حصل في البيت الببغاء معرفش يطير، وشافت الببغاء وهو بيحترق حيا، وشوف اللي قص جناحيه مين؟ رجل أبيض. فهي حست ان هي نفسها هتكون مثل ذلك الطائر، سوف يقص جناحها، وان اللي يقص جناحيها هو رجل ابيض ايضا اللي هو روتشستر في القصه. فهي بتقول ان حتى ان كوكو بذل جهدا كبيرا كي يطير، ولكن هيطير ازاي بجناحين مهيضين او مقصوصين. أيضا مثال آخر، لما راحت تزور كريستوفين الخادمة واللي هي أمها البديلة، ولقت ديك خارج بيتها بيدا،
فقالت إيه؟ هذه خيانة، لكن من هو الخائن؟ وطبعا ده بيذكرنا بالبيبليكال ستوري، أن السيد المسيح قال ليهوذا أنك ستخونني قبل أن يؤذن، ستخونني ثلاث مرات أو تنكرني ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك. فصياح الديك دليل على الخيانة، فهي قالت إيه لما الديك صح يعني لقيت، فسرت ده بأن ده نذير شؤم وأن في خيانة ستحدث في حياتها وأن الناس هتخونها، الحياة نفسها هتخونها. فظهور الديك وصياح الديك كان ينذر بالخطر في حياتها، هي فسرتها بكده. الرمز الآخر، الحديقة اللي كانت في ضيعة كوليب اللي كانت عايشة فيها، هي شبهتها وصفتها بجنة عدن، جنة عدن اللي خرج منها سيدنا آدم وستنا حواء، ويعني جنة عدن الجنة المفقودة، الجنة اللي فيها البراءة المفقودة. الحديقة بقى اللي أنطوانيت بتشبهها بجنة عدن، هذه الحديقة اللي كانت في يوم من الأيام جميلة وبريئة وفيها كيت وكيت، هذه الحديقة أصبحت حديقة موحشة، يعني أغصانها متشابكة وأزهارها وكأنها تبدو أزهار شر، كأنها أزهار شر فيها. فكل ده يعني أيضا رمز على انحطاط أخلاقيات العائلة نفسها، وإن المجتمع كله أصبح مجتمع الجامايكي أصبح مجتمعا يسوده الجشع والطمع والانتهازية والبحث عن أسهل طريقة وأقرب طريقة للكسب السهل وللثراء السريع. أيضا رمز آخر أخير نقوله، يعني رمز الغابات اللي كانت دايما تحلم بيها وتجيلها في الكوابيس، والأشجار العالية القاتمة الداكنة كانت كوابيس مأساوية دايما تحلم بها، نفس الكابوس يتكرر بشدة، على الرغم من جامايكا نفسها كبلد يعني ساطعة وبرايت وفيها يعني نور وضوء، إنما أحلامها بقى في هذه الغابات دائما كانت مظلمة وقاتمة، وتقابل رجلا شريرا في الحلم وما إلى ذلك. وكل ده أيضا بينعكس على أو بيرمز لحياتها اللي هي هتعيشها في إنجلترا، يعني حياتها في إنجلترا في الغابات الباردة في إنجلترا، ستكون في غرفة مظلمة محبوسة سجينة وما إلى ذلك. فالنقاد قالوا على الرواية دي زي ما قلت إن هي نقدر نقرأها كبداية أو كمقدمة لرواية prequel to Jane Eyre، مقدمة لرواية جين إير، لأن زي ما أنا قلت في تحليلي لو شفت المحاضرة الكاملة لتحليل جين إير، إن في نقاد انتقدوا شارلوت برونتي بأن هي عنصرية لأنها أظهرت بيرثا أو أنتوانيت بأنها امرأة هي من جامايكا، يعني مش إنجليزية، مش بيضاء بياض الإنجليز، فأظهرتها بأنها امرأة مجنونة، يعني كأنها أشبه بالحيوان تسير على أربع، على حين جين إير الإنجليزية البيضاء كانت إيه؟ كانت عاقلة ويعني فتاة يعني رزينة وعاقلة و العكس تماما من بيرثا. ففي النقاد قالوا أن هذه عنصرية من شارلوت برونتي، وجين ريس أيضا رأت هذا ولذلك قررت أن تكتب قصة عن هذه المرأة في السجينة في الغرفة العلية، هذه المرأة الحبيسة، يعني عشان توصف لنا المرأة دي تجننت إزاي، ما هي لو يعني أصيبت بالجنون فهي أصيبت بالجنون لأن أباها الأبيض أيضا كان مجنونا، كان معاقرا للخمر وكان مجنون وكان يعني ارتكب كثيرا من الأخطاء والموبقات.
وجوزها روتشستر هو اللي يعني ساهم في جنونها بشكل كبير، حبسها في غرفة لأكثر من 15 عاما. فعشان كده جين ويس حبت أن هي تظهر لنا وتصف لنا مأساة تلك المرأة من وجهة نظرها، ولكن يعني زي ما بقول هي امرأة مجنونة، هل نصدق كل كلمة كتبتها والسرد بتاعها؟ يعني ده يرجع لقراءة كل قارئ والإحساس القارئ باللي بيقرأ. إنما في النهاية هي رواية جديرة بالقراءة، ويعني من الأدب الحديث الكلاسيكي اللي كتبت ونشرت في 1966، جديرة بالقراءة، أنصحكم بقراءتها، ويارب تكون الحلقة تقديمي لها يكون يعني أكون أحسنت في تقديمها، وأكيد في حاجات تانية كتيرة ممكن تتقال عن الرواية، إنما نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نراكم مع عمل أدبي آخر، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.